السلام عليكم أحبة الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 28 من هذا الكورس المميز ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، المقدم من قناة سفيرس أكاديمي. معكم حسين الغالبي. كلمة اليوم agency. agency، هيا لنكتشف أسرار كلمة agency. get ready كالعادة، write all the phrases، اكتب جميع العبارات. so you need a notebook, a pencil, just 2 minutes, say after me 5 times loudly. كرر خلفي العبارات بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح باللغة الإنجليزية. الآن اضغط على إعجاب لهذا الفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس الجديدة. أما الدروس السابقة بإمكانك مشاهدتها من خلال الرابط الذي سوف أتركه لك في مربع الوصف. agency، كلمة agency لديها مجموعة من المعاني تأتي بمعنى وكالة، agency بمعنى قوة، agency بمعنى قسم إداري، agency بمعنى مكتب تجاري أو واسطة. المثال الأول: she is working for an advertising agency. She is working for an advertising agency. إنها تعمل لصالح وكالة إعلانات. المثال الثاني: she is an agency official. She is an agency official. إنها مسؤولة وكالة. agency، مرادفات هذه الكلمة proxy، force، writing، company. أما أهم العبارات لكلمة agency: advertising agency، وكالة إعلانات كما مر علينا سابقا، government agency، agency business، agency agreement، اتفاق وكالة. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، الحلقة 28. انتظروا منا الاختبار في الدروس من 21 إلى الدرس 30 بعد أيام قليلة. اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى تصلكم جميع الدروس. شكرا لكم على المتابعة واستمروا بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية. شكرا لكم وإلى اللقاء.